مرحبا، حلقة جديدة من أخبار صباح لليوم الثاني، بداية الأسبوع 8 تشرين الأول. واليوم بحلقتنا القرية الحرفية نموذج صديق للبيئة بصور، إطلاق مهرجان المسرح الأوروبي من مسرح المدينة بدورته الأولى، الإعلان عن مسابقة لوشوا جونكور دو لوريان للسنة السابعة على التوالي، وإضاءة على معرض رسم للفنان التشكيلي رفيق مجذوب. أما ضيفنا لليوم فهو راؤول سعيد، المدير التربوي لمجمع الأرض التربوي بالمنيه، ومعه بنحكي عن حملة باك تو سكول والنشاطات المرافقة لها. هيدا ملخص عن حلقتنا لليوم وتقاريرها. إنما البداية ومثل العادة بأخبار صباح، اتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية لنعرف كيف رح بيكون الطقس بداية هالأسبوع. وعلى الخط معنا مدام منى عمر العزة. مرحبا. أهلا، صباح الخير. كيفك مدام؟ ماشي الحال، كيفكن أنتم؟ نحن منيح. رح يقرب الشتاء علينا اليوم بالمبدأ، مزبوط؟ بالمبدأ إن شاء الله. تفضلي. بشكل عام رح يكون طقس خريفي متقلب هالاسبوع، اليوم غائم اجمالا، في انخفاض بسيط بدرجات الحراره. نعم. في احتمال لامطار متفرقه وضباب على المرتفعات. اوكي. بكره كمان غائم جزئيا للغائم، ضباب على المرتفعات، انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحراره، وفي كمان عنا احتمال لامطار متفرقه خاصه صوب الشمال بكره. نعم. الاربعاء غائم جزئيا لغائم، ضباب على المرتفعات، ما في تغيير على درجات الحراره نهار الاربعاء. اوكي. الحراره اليوم على الساحل بين 18 و30، الجبل من 13 ل24، الارض من 11 ل18، وبالبقى من 15 ل29. اوكي. الرياح اغلب الوقت اليوم بتكون جنوبيه غربيه، سرعتها بين 10 و35 كيلومتر، الرطوبه على الساحل بين 50 و75%، البحر منخفض ارتفاع الموج، وحراره المي 27. بس ما عم نحكي عن امطار غزيرة يعني؟ لا لا، امطار خفيف. اي متى معقول تنحسر؟ يعني مبدئيا الاربعاء ما في شيء. اوكي. اثنين ثلاثة في عنا احتمال، ثلاثة بيكون صوب الشمال اكثر. الاربعاء ما عنا شيء. طيب، نحن بكل الاحوال بنرجع نتصل فيكم يوميا. الله معك، شكرا لك. يعني بعد غياب 40 نهار تخنتيها جوال. مرحبا. جوال، كيفك؟ اشتقت لك. اي مس يو الدنيا. مثل العادة جولة على عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 8 تشرين الأول. البداية مع عناوين النهار، وببدأ النهار مع الصورة الرئيسية لليوم يلي حملت عنوان إنقاذ سلحفاة بحرية في صور. وبتفاصيل الخبر، تم العثور على سلحفاة بحرية مصابة بجرح بالغ بعدما تلقت ضربة قوية على رأسها، وبدا حبل عالق بها وصنارة من منطقة البطن. وواجهت إذن جمعية جرين أريا عم بتخبر أنه واجهت صعوبات في محاولة إنقاذها بعرض البحر مقابل منطقة النبي إسماعيل بمدينة صور. وأيضا عم بتطالب الجمعية الجهات المعنية بالعمل لتوفير سبل رعاية السلاحف البحرية عبر إنشاء مركز طبي مختص. بالعناوين السياسية لليوم، عداد التأليف الحكومي لم يتوقف، العقدة الدرزية تسلك طريق الحل، وشبه اتفاق على هوية الدرزي الثالث. الإيجابية انعكاس لحركة اتصالات إقليمية تحركها القاهرة وباريس. أيضا بالعناوين الأخرى بالنهار، أردوغان يتابع قضية خاشقجي بعد أنباء عن مقتله، فصائل المعارضة في إدلب تسحب السلاح من المنطقة العازلة. وختاما كتبت نايلا دوين توينة ضمن افتتاحية النهار معايير اللامعايير. من النهار إلى عناوين الحياة، النصرة تسحب سلاحها إلى عمق إدلب، تصفيات غامضة لقيادات في الجبهة، ونتنياهو سيلتقي بوتين لإذابة الجليد، تعزيزات ضخمة للتحالف العربي، السودان يخفض عملته 60% بعد سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية، فلسطيني يقتل 2 في منطقة صناعية استيطانية، عودة الهجمات في الضفة تؤرق إسرائيل، وختاما بالحياة، صراع مرير يواكب قانونا إيرانيا لمكافحة تمويل الإرهاب. من الحياة إلى عناوين المستقبل، القاهرة تهدد حماس وفتح بوقف وساطتها. أيضا بالمستقبل، 50 خبيرا إيرانيا، البلاد على وشك السقوط.
عائلة خاشقجي نثق بحكومتنا. نتنياهو يلتقي بوتين قريبا لمواصلة التنسيق الأمني. تدريبات إلكترونية بريطانية لمواجهة موسكو. وبختم مع الصورة الرئيسية لليوم بصحيفة المستقبل يلي حملت عنوان متوقفة، وبالتفاصيل واجهة متوقفة هو شعار الماراثون الذي نظمته مصلحة المرأة في تيار المستقبل أمس برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري، انطلاقا من الواجهة البحرية سيسايد حتى المنارة، حيث ركضت السيدات وشرائح المجتمع لقول لا لكل أشكال التمييز التي تطال النساء. من المستقبل بتابع جولتنا مع عناوين اللواء: إشكال الفرزل، حرب إلغاء باردة بين التيار والقوات، إجازة أسبوع جديدة مع سفر الحريري وبسيل، وتأكيد عوني على العمل مع الرئيس المكلف. فصائل المعارضة تواصل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة. لقاء بين بوتين ونتنياهو لمتابعة التنسيق في سوريا. سلسلة تفجيرات تهز أحياء في بغداد. عملية بركان في نابلس تهز أمن الاحتلال في مستوطناته. عباس: اجتماع المركزي حاسم، ونتنياهو يوعز بالاستعداد للحرب على غزة. وكتب لليوم صلاح سلام ضمن افتتاحية اللواء: هل تشكيل الحكومة سينقذ البلد؟ تابع جولتنا مع ترجمة لعناوين صحيفة ديلي ستار: الحريري يمضي قدما في عملية التشكيل غير آبه بسلبيات بسيل. الثوار في سوريا يسحبون الأسلحة من المنطقة العازلة. وختاما: أردوغان: نعمل عن قرب على قضية الخاشقجي. أيضا بترجمة لعناوين صحيفة لوريان لوجور: بين الرياض وأنقرة أزمة في الأفق غير مسبوقة. وختاما: ماير عيدي: تاج ملكة جمال العالم هو أهم أهدافي. تابع جولتنا مع عناوين الشرق: البخاري، مسرحية اغتيال الخاشقجي مؤامرة على السعودية. فشل محاولات النيل من الليرة. وأيضا بالشرق: السنيورة لنبذ الخلافات وتحقيق المصالحة العربية. العقوبات الأمريكية تشل إيران. وكتب لليوم عون الكعكي ضمن رأي الشرق: السيسي يقود مصر إلى عصر جديد. من الشرق إلى الشرق الأوسط: إدانة أممية لقصف الحوثي مخيما للنازحين. الميليشيات تكثف قمعها انتفاضة الجوع في صنعاء. خامنئي تراجع عن معارضته الانضمام إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب. إيران تقر مشروعا للالتفاف على العقوبات. وثائق غربية تشترط انتخابات رئاسية لأعمار سوريا. الفدية تعيق الإفراج عن رهائن السويداء وأحد المفاوضين إسرائيلي الجنسية. وختاما بالشرق الأوسط: عائلة خاشقجي تلجأ للقضاء وتؤكد ثقتها بالسلطات السعودية. ختام جولتنا مثل العادة مع عناوين الجمهورية، وبالعنوان العريض لليوم: بري للجمهورية، مطرحك يا واقف. الثوابت المارونية أعظم صلاحيات الرئاسة. ضوء أخضر عراقي يفرج عن الحكومة. والصورة الرئيسية حملت عنوان: المصالحة تنتظر عودة الراعي. مع الصورة منكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. بريك أول بحلقتنا من بعد مواعيد ثقافية وفنية مع جوال. رح نعمل جولة على المحطات الثقافية والفنية. محمد شامل فنان لبناني توزع نتاجه بين برامج إذاعية، تلفزيونية، مسرحيات وأفلام، بالإضافة لأعمال أدبية، نقدية وشعرية. بالإطار نفسه بتدعي دار الندوة ودار نيلسون للنشر إلى حضور ندوة بتتمحور حول الفنان محمد شامل عن حياته وأعماله. بيشارك فيها مع حفظ الألقاب كل من محمد كريم، نادر سراج، أمين فرشوخ، وناجي محمد شامل الأربعة
10 الشهر 6 بعد الظهر بدار الندوة بالحمرة. أمي قاعدة بين صاحبة أبو زويني وابن عمه عزيز السلمانكي تحت راس هالأرض. والله بصريح العبارة أبوك هو العقدة. وبعدين طلباته لا هي معقولة ولا مقبولة. ولو يا مختار، أنت حليل العقد. يا ستي، أولاً لازم يعرف أبوك على إنه هالأرض اللي إله والابن عمه مش ممكن بطريقة من الطرق على إنها تنفرز. وأنا بعرف وأنت بتعرفي وهو بيعرف، شو الأسباب؟ أنا معك يا مختار، بس ما في شي طريقة نقدر نقنع فيها. الإقناع لازم يظهر من الذات، واللي بيجي بالعصا اسمه عصا. مساء الخير يا مختار. أهلا وسهلا. قالت لك مساء الخير، رد عليا. مهلي الله، مساء أو صباح. إيه معك حق، ليش هو أبو زويني مخلينا نعرف مسينا من صباحنا يا مختار. ولما فتوا شفتوني ليش عبستوا؟ كنا لقد أنا وحشي ولا هيئت مكشي؟ اعذرينا يا مزمزيل فلاني، بدك ما نعبس بوشك وأبوك أبو زويني؟ دخليك، وشو جاي تعملي عند المختار يا ست الدار؟ جاي تقول للمختار وتحكي بالطول والعرض، وقلت له للمختار طبق السلمانكي برك بيقسم الأرض، ولكن جوم السماء أقرب إنه الأرض تصير أرضين. الأرض اللي فيها ريحة جدة حتبقى أرضنا لو بدي بيع حالي. أيوة يا مختار، ليش بعدك ساكت؟ تفهمهم إنه الفكرة اللي أخدينا عني غلط، واتهاماتهم إلي مش بموضعها. يعني قصدك تقولي إنك معنا وإنك من حزبنا؟ هذا الصحيح، إحساسها من إحساسكم، وجاي تقلي على إنه الحق معكم وأبوها هو الغلطة. ذكريتك تسلميلي إن شاء الله. اسمحيلي اطبع على جبيني قبلة. نتابع ومنتقل للمحطات الموسيقية. مثل ما عودتنا، الجامعة الأنطونية بكل موسم بتقدم دورة جديدة من موسيقى الحجرة. الدورة الجديدة لهالموسم رح يتم افتتاحها الليلة بأمسية موسيقية مع ليز دولاسال ابتداء من الساعة 8 إذن بالجامعة الأنطونية ببعبدا. ضمن ثلاثة الأفلام وبالاشتراك مع نادي لكل الناس، بتعرض دار النمر للفن والثقافة وثائقي بعنوان الناصرة 2000 للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد بكرة 3/9 الشهر الساعة 6 بعد الظهر بدار النمر للفن والثقافة. المدينة هي أمي وأبي، معهدي ولحدي، عبق التاريخ والنخوة منها بيتي والدفء والشمس والقمر والكرامة والطين والأصغر والأعلى. نرجع إلى المحطات الموسيقية والفنية. دبي انترناشنال فاستيفال بقدم ولليلة وحدة بس الفنان زياد الرحباني نهار الأربعاء المقبل 10 الشهر الساعة 10 المساء بذا فيليج بدبي. عودك لبنان ردت عودك إلي، عيدك
رح تابع أنا عن جوال المواعيد الثقافية وتحت عنوان من دا ودا. عبد الكريم الشعار يغني الحب كده من كلمات محمود بيرم التونسي وألحان رياض الصنباطي. الموعد يوم السبت 13 تشرين الأول الساعة 9:30 على خشبة مسرح مترو المدينة. مؤسسة ميشة ضياء بتنظم عشاها السنوي MCF جالا دينر لتوزيع جوائز الصحافة لعام 2018 بحضور عدد من الوجوه السياسية والإعلامية البارزة. وأيضا بتحيي الحفل الفنانة نانسي عجرم يوم الخميس 11 الشهر على الواجهة البحرية ببيروت. من المواعيد السقفية والفنية إلى أحوال الطرقات. معنا المشغل قليلة بكة من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ الحمد لله. يعني بداية أسبوع أكيد ناشطة على الطرقات، تفضل. بلش من مدخل الشمالي، عم تشهد عنا حركة مرور كثيفة عم تكون من جوني باتجاه نهر الكلب. كمان على الطريق البحري الموازي كمان من ضبي عم تكون حركة مرور كثيفة. نكمل باتجاه ضبي وصولا إلى نقاش أنطلياس حتى جل الديب عم تكون حركة مرور كثيفة. ترجع ترتاح من جل الديب باتجاه نهر الموت عم تكون حركة مرور ناشطة. تتصير كثيفة ترجع من جسر الدورة باتجاه الكارانتينا. ترجع بترتاح من الكارانتينا باتجاه شارل الحلو وصولا الى الصيف بتصير كثيفة باتجاه الوسط التجاري. عندنا حركة مرور كثيفة من الصالومة باتجاه جسر الواطي وصولا الى العدلية. اما المدخل الجنوبي عم بيشهد عندنا حركة مرور كثيفة من المدينة الرياضية اللي رايح باتجاه كورنيش المزرعة عم تكون حركة مرور كثيفة. نكمل باتجاه جسر الكورة كمان عم تكون حركة مرور. اذا المشهد نفسه عم بيكون كل نهار تنين وكل ايام الاسبوع هلا بالعودة للمدارس ايضا. بالنسبة لحوادث السير، حوادث السير اللي تسجلت عنا خلال 24 ساعة الماضية 18 حادث للأسف. نعم. قتيل 27 جريح. مخالفات السرعة 1277 مخالفة. اوكي طيب، يعطيك ألف عافية. نحن بكرة بنحكيكم. بريك جديد بحلقتنا ونرجع.
صباح الخير. ببداية الأسبوع أسئلة كتير بتنطرح وكلها بتدور بفلك واحد وهو الاستحقاق الحكومي. إذا كان الرئيس الحريري نجح بكسر الجليد المحيط بعملية التأليف وأعطى جرعة تفاؤل بالمناخ السياسي المحبط، فمين المسؤول عن استمرار سيناريو العرقلي؟ بين معراب أمير نشلوحي تقاذف متبادل للمسؤولية، والاشتباك السياسي عنوانه الوحيد حصص حكومية حرزانة. القوات طالبت باحترام النتائج الانتخابية، أما التيار فنصب نفسه حارس مرمى العهد. وبيبقى السؤال إذا كانت هالمواقف هي لرفع سقف التفاوض قبل المخاض الحكومي الأخير. الأيام المقبلة كفيلة بتطهير الصورة. بتقريرنا الأول لليوم منبتعد عن السياسة ومنروح جنوبا باتجاه صور مع مشروع تراثي وإنمائي. القرية الحرفية بصور مبادرة بتهدف لإعادة صناعة الحرف النادرة مثل الفخار والزجاجيات والطباعة على القماش. هالقرية إلى جانب أنها بتأمن فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة هي أيضا صديقة للبيئة. تفاصيل أكثر من تبعها بها التقرير لزميلتنا بشرى عبيد. على امتداد بساتين الليمون والحمضيات والنسيم اللي بيفتح بوابتها العريضة لتستقبلك القرية الحرفية اللي استوحت تفاصيلها من العمارة الفينيقية، فيها بيتلازم التراث والسياحة بإطار طبيعي خلاب. محترفات صور هالقرية الصغيرة اللي ما بتشبه بشي قريتنا الكونية الكبيرة. اليوم كتير الشعب اللبناني والفرد اللبناني بحاجة لمشاريع تأمن له فرص عمل، وهيدا هالمشروع لما بيصير عم يبرم ويشتغل بقطاعاته الكاملة بيقدر يأمن عدد هايل للسيدات والمعوق، وبيقدروا يشتغلوا حتى ببيوتهم بعدين بعد ما يكونوا تدربوا، ونقدر نأمن لهم تصريف الانتاج تبعهم. بكل تقريبا مطاعم صور نحن برا حاطين حاويات لنا، منروح منجمعهم بحطوا لنا فيهم كل شيء بكبوه ازاز من كل الانانه، منجمعهم وبنرجع منعيد تصنيعهم نعملهم ريسايكل. عندنا الفرن جوا كله حتى كل شيء بيبقى، نحن كتير صديقين للبيئة، كل شيء بيبقى عنا أساس بالمطعم بكل الأبارتمنتس كلياته بنرجع منكسره مندوبه بالفرن ومنعيد تصنيعه. استوحينا فكرتنا شوي فيك تقولي من حضارة الفينيقيين انه سافروا من هيدي البلد وزاروا كذا بلد من اللي حوالينا هون. حبيت الفكرة كتير انه الواحد يجي يقعد وينبسط وبنفس الوقت بيشوف اشياء قديمة كتير انكردت، وخصوصا نحن بهالعمر بعدنا ما عشناها ولا مرة، وهون في ماما الفخار ومحل بيعملوا في ازاز بنقدر نشوف كل شيء بيعملوه، وشي جديد انه صديق للبيئه، مش عم نشوف هيك قصص هلا حاليا. الحرفه كتير حلوه، وبوجه نداء للصبايا والشباب انهم يجوا يتعلموا تنحافظ على اصالتنا وعلى تراثنا. صناعة الفخار حرفة قديمة ونادرة، فهي موجودة فقط بالقرى اللي بتعتمد على الحرف القديمة لكسب لقمة عيشة، ولكن رغم ذلك رح تبقى هالحرفة تحفة تراثية زينت ورح تبقى تزين تاريخ كل لبنان. هي كل شيء أواني فخارية صحية من أواني بري إجرار مزهريات إدور مقالبات، كل شيء عم بيرجع القديم، عم بيتركوا البلاستيك والاشياء هيدي عم يرجع الفخار القديم. Oh,
الجمعية الدولية للحفاظ على سور أنجزت هالعمل ونصب عينيها أهداف كثيرة، من أبرزها الحفاظ على المهن الحرفية القديمة، النفخ بالزجاج، صناعة الفخار، الرسم على الزجاج والطباعة على القماش. الفرن ده تقليدي، وده الكسر اللي احنا بنرميه ونطلع منه كوباية. المهنة دي حضرتك مهنة جميلة جدا، بس للأسف ما فيش حد بيتعلمها، وده بقى لحضرتك، لكن ده التراث، تراث الإزاز جميل جميل جدا وحاجة أثرية، بس للأسف الشباب الصغيرة مش عايزة تتعلم عشان السخونية وعشان يعني أنا خايف إن الصنعة دي تنقرض في الآخر، تنقرض. بعمل منه بقى أي حاجة إزاز، أعمل لك براد إزاز تحطيه على النار ما يطقش عادي، ركوة قهوة عادي تحطيها على البوتاجاز ما تطقش، أي حاجة، هو الإزاز حراري ضد النار. هلا كله صاير على المكانات، فحلو إنه أنت تضلك ماشي على هالشي وإنه تحافظي على تراثنا. نتابع حلقتنا، منروح إلى الدورة الأولى يلي انطلقت فعالياتها لمهرجان المسرح الأوروبي من مسرح المدينة. هالمهرجان يلي رح يتم خلاله عرض أعمال مسرحية من عدة دول أوروبية وأكيد كمان من لبنان، أتى بمبادرة من مسرح المدينة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. تفاصيل أكثر عن العرض الافتتاحي وبرنامج المهرجان مع زميلتنا باميلا نبهان. من مذكرات وكتابات ريتشل كوري، الشهيدة البريطانية اللي اختلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 2003 بفلسطين، نشأ العمل المسرحي My Name is ريتشل كوري اللي جسدته على المسرح المخرجة ريتشل فالنتاين سميث، واللي جالت فيه العواصم العالمية لفضح شراسة العدو الإسرائيلي والظلم اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني يوميا، واللي افتتح مهرجان المسرح الأوروبي بدورته الأولى، أول مهرجان للمسرح الأوروبي بلبنان اللي نشأ بمبادرة من مسرح المدينة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتحت رعاية المجلس الثقافي البريطاني. ما عنا إلا 7 بلدان مشاركين السنة، بس إن شاء الله السنة الجاي بيكون في أكثر، والسنة اللي بعدها بيكون في أكثر. أكيد هالمهرجان ما كان بيقدر يصير بلا دعم الأوروبيين لإلنا. The challenge is that it hasn't been written for stage, and of course the responsibility of creating as much of Rachel as we can in a truthful way. We have an American actress performing in a play about an American citizen and activist in many respects with a UK company in Lebanon talking about Palestine as part of a European theatre festival, and I think that mixture of different cultures and cooperation and collaboration would have been something that, based on her writings. هيدي المذكرات هي شهادة حية عن المعاناة اللي بيعانيها الشعب الفلسطيني كل يوم وأي حدا عم بيحاول يتضامن معه، فنحن كانت الأولوية بالنسبة لنا إنه نجيب هيدا العرض على لبنان، كمان بحدث هالقد عنده تقل سياسي وثقافة بالبلد. هالمسرحية اللي بميزها إنه لا، في شخص مفترض هو من جانب العدو عم بيحكي حقيقة ما يحصل في فلسطين. مهرجان المسرح الأوروبي وخلال شهر رح يقدم 7 عروض مسرحية من 7 بلدان مختلفة، من لبنان، فرنسا، بريطانيا، دنمارك، ألمانيا، إسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى دورات تدريبية وتجهيزات متعددة مثل تجهيز الفنانة جريتا نوفل وسمر مغربل اللي افتتح المهرجان واللي سلط الأضواء على الحرب بلبنان وهمجيتها، وبالإضافة لتناول موضوع المرأة بكفاحها المستمر اليومي لحقوقها وحريتها. هلأ بهيدا الفيلم في عندي شيء بدي أقول، انه السمين اللي عم بيموت بهالحروب، عم بيموت البي والخي
يعني إذا في حدا بده يوقف الحرب هي الأم. الرسمة اللي اخترناها هلا عم تحكي عن الحرب، عن المرا وعن النضال، وشي واقع صار وعم يفرج حقيقة عايشة البلد. ننتقل إلى الشارع اللبناني وتوجهنا لكم بسؤال، بتحب أكثر أكل أمك أو أكل حماتك؟ أجوبتكم من تبع بها التقرير من بعد بريك ومنرجع. هلا أكيد الأم، لأنه الأم عندها خبرة أكثر بالأكل، حتى بأكله ورق عنب بزيت. لا أمي أكيد، أمي كوسة محشي. هلا كل واحدة عندها نكهة، يعني أكيد واحد أكل أمه معود عليه من وقت ما خلق، وأكل حماته من وقت ما تجوز بده يعتمد أكل مرته مثل أكله. أمي 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 وبس. الملوخية، كوسة ورق عنب، لوبي، مغربية عجيج، بس هالأشياء بس. أول شيء ما عندي مرت عم، أكل الماما أكيد، يخلة البندورة، والمحشي والكوسة وال أكيد أمه. لانه تعود عليها. لا بتضل امه كوسه ورق عنب. لا كل واحد له طبخته الخاصه وله نكهته الخاصه يعني. وهلا مرتي مغربيه ملوخيه اكيد بتاعت امي اطيب. امي 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 اكلها كثير طيب. كبسي عند مرت عمي غير شكلها، لانه من الهرمل يعني كل حر شيء فخامي. اكيد امي لانه انا مجوزه ماما. بلا كثير بحبها وهي بتحبني كثير، بس اكلها مش طيب، نفسها مش طيب. عند ماما كل شيء طيب، عندها دجاج ورز. اكل ماما وبس. بدك المزبوط امي، لانه بتعودنا عليه نحن وصغار اكل الام. والمرتي اذا اكلها طيب ما بننكره. كنت حب المعكرونه بالصينيه ايام من الوالده يعني، والملفوف. بحب اكل امي اطيب كل شيء، همبرجر معكرونه همبرجر. الام الام ما في مثل الام. لا اكيد اكل امي، ما مرتي انا علمت الطبخ، جوزت صغيره مقلوبه باذنجان، طبقه رز، طبقه دجاج. اكيد امي اثنيناتهم نفس الشيء نفس الشيء. لا مش معتدل، بس هم اكلهم طيب. شو بعمل اثنيناتهم اكلهم طيب. مرتي كانت حميتي كتير اكلها طيب. لما توفيت صارت بنتها، بس مرتي اشطر مفطقه مغربيه. امي 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 مجدره يا اخي، البلد كله مجدره. هي بتحب اكل حماتها وانا بحب اكلاتها، تعال وديت علي يعني علمتها اكل امي. حماتي ما بتطبخ اكيد امي، انا اكلها طيب. مرتي مش رح تكون مثل امي، هي ما عملت لي صراحه باميه مع رشه حامض وكثير طيبه. ما بحب اكل حدا باكل دليفري انا. لا لا شو اكيد الوالده، شو ما كانت اكل الوالده طيب. الحما عسلمتها حتى لو ما كان طيب بدلها طيب. انا بحب المجدره. لا طبعا اكل امي يعني بمفضل اكثر. الاكل الطيب طيب من حماته او من امه. الملوخيه بسيب وبطبخها مع الدجاج واللحمه. امي ابدا من الدنيا كلها. حماتي ما بتعرف تطبخ، ما بيعجبني طبخها، ما بيعجبني الا طبخ امي اساسا بس. مغربيه، كسكسي، لحمه بعجين، كعك، حلو، كل شيء كل شيء. اكيد حماتي، لانه حماتي هي علمت مرتي. اكل امي الله يرحمها كمان أكيد طيب. والله بحب الأرنبية. لا طبخ أمي لوبي بزيت، شيخ المحشي. لا مرتي مرتي أنا بتعمل لي أطيب أكل. أرنبية ما حدا بيعرف يعملها. ميرسي كتير لك. مين ميرسي؟
يلي عم نشوفه هو فيديو خاص بالاحتفالية يلي صارت باثنين تشرين الثاني ثلاثة اثنين تشرين الأول عفوا ثلاثة الماضي اليوم الوطني للعنف يلي شارك فيه مجمع الأرز التربوي بالمنية. ومن المجمع عم نحكي مع راؤول سعيد مدير التربوي للمجمع. أهلا وسهلا فيك راؤول. يعني في تلاميذ بتمرق عندهم هيدي الخبرية مرور الكرام وفي مدارس بتعطي أهمية لهيدا الموضوع وأنتوا وحدة من هالمدارس يلي نزلتوا تلاميذكم من المنية للزيتونة لا تحتفلوا بهيدا النهار. قديش أهمية أنه يوعى الولد على اللاعنف بالبرنامج التربوي بالمدارس؟ نحن بأنشطتنا بنربط دايما الحياة بالحياة والتعلم بالحياة خارج المدرسة. تلاميذنا لازم يكونوا على دراية بالأشياء اللي عم تصير بالمجتمع واللاعنف هو سياسة تربوية نحن بنعتمدها بالمدرسة. فتيكون يوم وطني بلبنان لازم تلاميذنا يشاركوا فيه وبالفعل شاركوا بتلوين ورسم التمثال الشهير اللي انعمل بالسويد ونزلوا على زيتونة بيتا يشاركوا فيه وكانت مشاركة كتير فعالة. وهيدا اليوم كمان عملنا هيدا الفيديو كمان كتريبيوت لنساهم بهيدا النهار ونعلن انه نحن مدرسة ضد العنف بالمدرسة وضد العنف اللي بتمارس على التلاميذ بكل أشكاله. أوكي عم بتقول أنه لا عنف عندكم بالمدرسة هي سياسة تربوية. كيف عم بتطبقوها كل يوم بحياة الطلاب؟ سياسة العنف هي العنف ممكن يكون مش بس جسدي ممكن يكون لفظي ممكن يكون عاطفي ممكن يكون اجتماعي ممكن يكون على شكل بولينج على شكل تنمر. نحن بالسياسة التربوية بنعتمد كتير نتقبل الطفل نسمعه نحكيه كل تلميذ له حق بالمشاركة بالتعبير عن رأيه بدعمه بكل الوسائل لحتى نبني شخصياته. نعم. طيب كنا عم نقول انه في مدارس تعطي أهمية للأمور خارج إطار المدرسة وفي مدارس لا. أنتم من المدارس يلي لما بدون يرجعوا تلاميذكم على موسم دراسي جديد يعني إحنا بنعرف هيدي المرحلة عن جد قدي صعبة بالنسبة للولاد وبالنسبة للأهل بيبقوا جايين من صيفية وفاكانس وسفر يمكن ومدرسة فجأة بين ليلة وضحاها. أنتم في عندكم هيك مثل لينك مهضوم بتعملوه تتخلوا الولاد شوي يتقبلوا الفكرة؟ نعم. بعد شهرين ونص من هوليداي من سامر هوليداي التلميذ بيكون بقى تعود على الظهرات والمشاوير مظبوط وانه تيرجع على المدرسه دائما بيرافق العوده للمدرسه مشاعر شوي سلبيه بيكون خايف من اول نهار خايف كيف بده يقابل رفقاته كيف بده ينخرط بهذا المجتمع الجديد كيف بده يرجع للدرس وخاصه اذا كان تلميذ جديد مسجل بالمدرسه. فنحن عملنا كارنيدو فواياج هوليداي بوكلت وزعناه بختام العام الدراسي السابق وهو مصمم خصيصا لحتى تلاميذ يحطوا عليه الأنشطة تبعيتهم بالصيف. يعني كل تلميذ له مثل 10 صفحات بيقدر يوثق فيها كل شيء في اكتيفيتيز عملها خلال الصيف شو ما كانت نوع الاكتيفيتيز رياضة سياحة شو ما كانت سفر وباللغات الثلاثة. الكارنيه توزع لهم بالصيفيه بس رجعوا على المدرسه تجمع من الاساتذه وهلا حينعمل بمعرض الاسبوع الجاي بالمدرسه حينضعوا عليه كل الاهل وحينضعوا عليه تلاميذ وحنعمل معرض كثير ضخم بمجمع الارز التربوي لحتى ندعي عليه كل المجتمع لكل ولد. اهدافه هيدا الكارنيه دو فواياج بيأمن هيدا السموث ترانزيشن الانتقال البسيط اللطيف السلس لحتى يرجع ترجعوا تذكروه بايام الصيفيه يمكن ما بعرف اذا كان مزبوط بس كمان التلميذ لما يشارك شو عمل بالصيف بحس حاله بالانتماء بيعزز له من شخصيته مين انا وشو بحب بيقدم نفسه للمجتمع ولرفقاته بالمدرسه بيقدم نفسه بطريقه كثير مبتكره لانه غير هيك حتى ما بيكون مفصول كليا هيك كانه عنده نعم صار في ربط بين الحياه برا وبين حياته بالمدرسه. هيدا الشيء بيقوي له كثير مخزونه اللغوي وبيقوي له كثير علاقته مع الاصدقاء. أوكي. نعم يعني المعرض رح يكون كل ولد رح يطلع يحكي عن تجربه يلي خاضها بالصيف مزبوط كل ولد رح يعرض بكورنر له الاكتيفيتيز اللي عملها خلال الصيف شو ما كانت وبعض الاشخاص حيكونوا حيحكوا حيعبروا عنهم يعني كم خلال البروجرام رح يحكي يعني قد ما يعني 30 40 40 تلميذ حسب الوقت تبع لا انه كثار حسب العدد تبعه من كل صف بس موقف الاهل مش من كل صف بيقدر شخص يحكي عن الكندا فواياج تبعه. اوكي قد ايه هالشيء بينعكس على الناحيه النفسيه للاولاد ببدايه المدرسه؟ نعم كتير بيحول له مشاعره السلبية لمشاعر كتير إيجابية وبحس الولد حاله حابب يفرج الناس شو عمل.
ممكن يعبر عن سفر، والسفر مش بس تيكت وترافلينج تو انذر كونتري، السفر ممكن يكون عبر كتاب. اذا قرا كتاب ممكن يسافر على البلد اللي هو كان فيه، وممكن يشجع السياحه. هذا كانت فواياج كثير شجع السياحه الداخليه. يعني قد ايه احنا عايشين هون زمان، يعني كثير وقت طويل لحتى نزور رجعيتها او لنزور منطقه معينه بلبنان. صار يزور الولد، صار يكتب عنا، صار يشارك بالحوار مع اهله، شو بعمل هون، شو بكتب هون. فهيدا اكتيفيتي فاميلي انجيجمنت فيه. اوكي، قلت انه جمعتوا كل البوكلتس. نعم، مزبوط. نعم. شو اكثر شيء عملوها التلاميذ؟ شو اكثر اكتيفيتيات عملوها؟ خلينا نقول 30% منهم سافروا، و70% عملوا سياحه داخليه. واللي اكتشفناه انه كثير انبسطوا بال، يعني كثير انبسطوا بهيدي الاكتيفيتي، لانه صارت حجه لهم تيخلوا اهلهم ياخذوهم تريب بعيد، تيأيدوا انه نحن مضطرين نعمل هيدا البروجي للمدرسه. سو صار في انجيجمنت بين الاهل وبين التلاميذ، وتفاعل كثير ايجابي. قبل ما يخلص الوقت بدي احكي شوي عن المنيا. يعني نحن بنعرف انه شوي منطقه بعيده. ما بعرف شو الكلمات اللي لازم استعملها، مش كثير العين علي. قديش عن جد مهم انه المدارس بالمنيا او المجمعات التربويه تركز على طريقه التربيه بالمدارس ليصير في هيك مستقبل واعد للاولاد هنيك. نعم، نحن كانت فكره انشاء المجمع التربوي بالمنيا كان ليعلي الليفل من الادوكيشن، يعلي ليفل التعليم بالمنطقه، يطورها. وبالفعل من 4 سنين لما نعمل هذا المجمع كتير نقل الادوكيشن سيستم لبعد كتير عالي، لانه طور بالطرائق التعليميه. نحن نعتمد طرائق كثير لا تقليديه وطرائق كثير حديثه. اوكي. يعطيكم الف عافيه راؤول سعيد، المدير التربوي لمجمع الارض التربوي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك، وبون رونتري كمان. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. شكرا لكم. الله يسلمك. خليك ضيع. اوكي، راح نتابع معكم ومن بعد عده معارض فرديه بعدد من البلدان العربيه والاجنبيه. تم افتتاح المعرض الجديد للفنان التشكيل المعاصر رفيق مجذوب. تضمن هالمعرض اللي حمل عنوان كرونيك بلو برينت مجموعة لوحات جسدت مراحل حياته وتقلباته. كل التفاصيل بهالتقرير. خلال 25 سنة من العطاء بعالم الفن كان الفرق ملحوظ بأسلوبه. طبع عالم الرسم ما بعد الحرب خصيصا، انتقل من حقبة لحقبة، من أسلوب طفولة بسيط لفن الأوتوبورتريه بطريقة قاسية وهزلية. لوحاته بتنعرف تلقائيا إذ أسلوبه خاص ومميز. هو الرسام اللبناني رفيق مجذوب اللي بركز أعماله ليعالج مواضيع اجتماعية سياسية وخاصة بالإنسان، واللي لخص مسيرته آخر معرض فردي إلو كرونيك بلو برينت، معرض ريتروسبكتيف عن بداياته لغاية اليوم اختصرت كل مسيرته بعالم الفن. بتشوفي قدي صار في تطور بشغله، قدي في اختلاف بالكرياتيف جيرني تبعيته. الحلو انه بتشوفي كل سنه كيف تغير شغله. من اول الفنانين اللي ازدهروا بلبنان بعد الحرب، بقى حلو كثير ينشاف كيف تطور هو شغله مع البلد من 1990 لليوم، وكله هيدا مبين بهيدا الاكزيبيشن اليوم بغرفه بجاليري وحده. حضور الفنان اللي استأذن عن الكلام، تكلمت كل لوحة من لوحاته عنه، فجسدت كل مرحلة من حياته والتقلبات اللي مر فيها من بداياته عام 1995 لغاية اليوم، من علاقته مع محيطه ومع ذاته، مع الحرب ومع توتراته. فكانت كل أحاسيسه واضحة بريشته وألوانه. معرض جديد لرفيق مجذوب لخص حياته، حياة فنان على الهامش اللي عرضت له لوحاته صالت عرض Art on 56 بمعرض مستمر لغاية 20 تشرين الأول. I much prefer the unframed pictures. It's much warmer, much fitting with the subject matter.
than some of the framed self-portraits, but it's a really interesting exhibition so far. تجربة علاقة بالشخص اللي هو بيرسم يمكن أو بيرسم حاله أو بيرسم شخص تاني. فيها كثير وجدانية مثل العادة بس زي في شوية جرافيتي زيادة أكثر بالعمل. حسيته جداري أكثر أحيانا بس ما رد كثير حلو وعليه وفو. حلقتنا بالتابع لننتقل إلى أوتيل سمولفيل لنتابع إطلاق مسابقة لوشوا غونكور دو لوريان للسنة السابعة على التوالي. وهالمسابقة يلي بتشجع على المطالعة أتت بمبادرة من المركز الثقافي الفرنسي. تفاصيل أكثر من تبعها بهالتقرير لزميلتنا باميلا نبهان. هالمرة تكونت لجنة التحكيم من مجموعة من الأعضاء الفريدة من نوعها. إذ أنه تكونت اللجنة من طلاب بالأدب الفرنسي من مختلف الجامعات، من 7 جامعات بلبنان، من 12 بلد بالمنطقة، ومن 33 جامعة بالإجمال، لقراءة 15 عمل روائي مرشح على جائزة الأكاديمي غونكور، ليتم اختيار الروائي الفائز بمسابقة لوشوا غونكور دو لوريان، مسابقة أدبية أبصرت النور من 7 سنوات، بمبادرة من الأجانس يونيفرسيتير لا فرانكوفوني والإنستيتو فرنسي، لشمل الطلاب بالأدب، حثهم على المطالعة وللمحافظة على اللغة الفرنسية. C'est aussi un bel exemple, un très bel exemple d'interculturel, puisque dans ce prix, il y a la présence de 12 pays de la région, et que pendant des semaines et des semaines, ces étudiants des 12 pays vont apprendre ensemble à faire de la francophonie, c'est-à-dire à lire des livres. Pour nous, c'est une très belle opération. On y contribue en soutenant cette opération, en soutenant la traduction du livre primé en arabe. Et de façon générale, cette année au Salon, on va beaucoup impliquer les étudiants avec une circulation des auteurs invités dans les universités. مؤتمر صحافي تم بأوتيل سمولفيل تم الإعلان أولاً عن الروائيات المختارة للمشاركة بجائزة الغونكور السنة، كما أنه تم إطلاق المسابقة اللي رح تصير على عدة مراحل من تصفيات أولية للإعلان عن النتيجة الأخيرة خلال صالون الكتاب الفرانكوفوني بلبنان، ثالث أكبر صالون للكتاب الفرنسي بالعالم، وذلك بتاريخ 29 الثاني. Les personnes qui participent à ce Goncourt de l'Orient sont des personnes qui aiment beaucoup lire, ce sont des lecteurs en général, de grands lecteurs, donc ils participent avec beaucoup d'enthousiasme et en plus pour certains d'entre eux ils ont le désir d'écrire, donc ils participent également aux ateliers d'écriture que l'AUF et l'Institut français leur proposent. Hello fiya el nashat anno am bi fawit el kitab el muasir el jadid talia hala el bihki an ehtimamat kel hal shabab am biwassalon land talab kulla bkel hal bldan yani ba'dhon henna عم بيقروا الكتب القديمة الكلاسيكية، دونك عم تكون مناسبة حتى يطلعوا على هالكتب. نتابع حلقتنا. يوم تراثي حافل أقامته جامعة رفيق الحريري بتنظيم من جمعية معا من أجل شحيم ونقابة شعراء الزجل بلبنان. هالنشاط ضمن محطات فنية تنوعت بين الدبكة الفولكلور والزجل بالإضافة إلى معارض حرفية عديدة. كل التفاصيل بهالتقرير لزميلتنا رويدة الصفدي. Yeah.
العودة إلى الأصالة هو عنوان المعرض الحرفي اللي أطلقته جامعة رفيق الحريري. 35 حرفي شاركوا باليوم التراثي، وطلاب الجامعة تعرفوا على مهن وحرفيات تكاد تنقرض. تعرفي بهالأيام نسينا التراث اللبناني، وبالأخص الشباب بهالأيام ما بيشغلون إلا الفيسبوك وهالأمور. لنجدد ونعيد تراث لبنان، انطلقنا من موضوع يلي هو العودة للأصالة. فكرنا بهيدا الإيفنت من سؤال طالب شو يعني فخار، فتفاجأت أنا معقول في حدا ما بيعرف هيك حرف بلبنان. فكرت أنه أعمل هيدا الإيفنت الضخم، ونسقنا له ككوليج أوف أرتس بجامعة رفيق الحريري. الأصالي أيضا بالموسيقى، دبكة لبنانية وأغاني تراثية زينت مسرح الجامعة. هو الواحد حلو انه يجي يتعلم بالجامعة وهيك، بس من وراء الضغوطات اللي بتصير بالجامعة حلو الواحد يغير عن نفسه شوي ويروح شوي للشق الموسيقي. حلو كتير انه نحن نفرجي العالم انه نحن موسيقتنا حلوة، موسيقتنا الشرقية القديمة حلوة، وموسيقتنا الجديدة كمان حلوة، فانه نجرب نلتفت لشوي. نتيجة هذا تراث بلدنا، واصلا شو ما تعمل ستيل بالاعراس او بايفنت او شيء، اذا ما كان في دبك العالم ما بتتحمس. كيت اليوم لانه الواحد كتير بحاجة لهيك اجواء ولهيك امور، وهالشباب الصغار لازم يتعودوا على اجواء، يعني تحسيهم الحياة اخذتهم، التكنولوجيا اخذتهم. بتلي طالب لبنان الشعر الحمداني قدم مع بوشادي قم كان وهيثم، عم يتهدم قصايد بوشادي الفنان اللي بيسمعها بيتقدم، وقصايد هيثم حمدان عم بترد دخل ايفاني. جيت اتعلم الطواب اصول الشعر اللبناني. والزجل اللبناني هو ركن من اركان التراث، وبمعرض العوده الى الاصاله حضر الزجل وحضره السميعه. الزجل اللبناني ما بيموت، الزجل هو تراث حي بكل بيت لبناني. بالنسبه للطلاب للمدارس والجامعات بعد ما دخل رسميا على المناهج التعليميه، ولكن موجود بالاحتفالات الطلابيه، موجود تاريخ قديم وكثير مليء بالفن والحلاوي. يعني انا بعرف من ابني كثير بحب الزجل، بحب يسمع، يعني لو انه من جيل اليوم. وقت كنا صغار كنا نسمع هيك على زغلول الدمور وعلى اشتغلاتنا. صحيح أنا بحب الزجل كتير لأنه برجعنا للأصالة اللبنانية يعني. وعم يحكوا هيك شغلات كتير عن جد حلوة، تراثنا القديم، عن لبنان، وحبيت. يعني ولازم هيدي الجامعة تكفي بالكلام اللي هني قالوه، والشباب أنه يطلعوا من هالقصص الطائفية تبع البلد. طالب عندك شاهد زور وفاشل بالعلم تحوران، والطالب عندي مشكور وعطول بيطلع أول وعطول بيطلع أول وعطول بيطلع أول. رجعت العصر الشحرور ومن روكز شعر تمول، نعم نقيت له الشعر زهور من بستان البستاني. نحن مع هالتقرير بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، والختام اكيد مع تقريرنا الرياضي. جوال ويلكم باك. ميرسي. خلي لك اسكندر. الله يعيش. الكسندر بليز مش اسكندر. نحن بنشوفكم بكره بحلقه جديده على الساعه 7:30. باي. باي. شكل ماراثون مصلحة المرأة في تيار المستقبل مناسبة رفعت خلالها سيدات وشابات من مختلف المناطق الصوت رفضا لكل محاولات التمييز التي تحول دون تقدم المرأة على المستويات كافة، وفي محاولة لكسر القيود وتخطي كل الحواجز. واجهي ما توقفي هو شعار الماراثون الذي أقيم برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري ممثلا بالنائب رولا الطبش، انطلاقا من الواجهة البحرية السيسايد وحتى المنارة
الحارة، حيث رقدت السيدات وشرائح المجتمع كافة لقول لا لكل أشكال التمييز التي تطال النساء من التعنيف، التمييز الجندري وضعف التمثيل السياسي وغياب المرأة عن مراكز صنع القرار، بالإضافة إلى مواجهة المرض. الطبش أعطت إشارة انطلاق الماراثون ومسافته 5 كيلومترات وتبارى فيه أكثر من 1000 مشاركة ومشارك من مختلف الأعمار. وشارك في الماراثون النائب ديما جمالي وأمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري وأعضاء من المكتب السياسي وجمعيات نسائية وكوادر من التيار. أكيد جدا مهم، لأنه هو رسالة من الرسائل اللي دايما بنطلقها نحو دعم المرأة، فأنا بهالخصوص باسمي وباسم دولة الرئيس الحريري بتشكر قطاع المرأة بتيار المستقبل، لأنه دائما بيطلق مبادرات حضارية بتورجي صورة المرأة. واليوم نحن عم نقلها للمرأة: علي صوتك، اركدي، واجهي العنف، واجهي الظلم، ونحن معكم دائما. الحمد لله، هو الماراثون الأول لمصلحة المرأة بتيار المستقبل كانت مبادرة، يعني طبعا كان في مسؤولية كبيرة لأنه برعاية دولة الرئيس وهالدعم اللي كان كله بالتيار، إن شاء الله كانت يعني كانت منيحة كبداية. وشكرا لكل الحاضرين، يعني فعلا إجوا من كل المناطق اللبنانية. حدث اليوم هو حدث عم نأكد فيه أهمية نصف المجتمع تبعنا اللي هي المرأة، اللي فعلا احنا بعدنا بنقصها كتير امور ل يصير في تعادل بيننا وبين الرجال، ان كان بلبنان وان كان عالميا يمكن كمان، ولكن بما يعنينا نحن كاكبر كتله موجود بمجلس النيابه ممثله بنساء فيها، في عنا رساله لحد الموجوده معنا، هي انه نقدر نعطي هالمراه الحقوق اللي هي بدها اياه، ونقدر نحميهم من العنف اللي عم بيصير، ونحميهم كمان من يعني من كل الضغط اللي عم بيجي عليهم. اليوم نحن عم نعرف كتير انه في عائلات قائمه على الانكم اللي عم بيجي بس من المراه، وهذه على السكت عم بتصير، مش بشكل عالي، مش يعني بشكل واضح. فمن هون تقدير المرأة، من هون انه بهالظروف الصعبة اللي عايشينها اقتصادية واجتماعية، ما فيها الا ما تكون واجدة نفسها وثابتة بالمجتمع لتقدر تكفي هالمسيرة مع الرجال، تقدر تعمل العائلة تبعها. يعني حتركض؟ ححرول. طب بدي استفيد منك لأسألك سؤالين، واحد سياسي وواحد رياضي. حبلش بالسياسي، في حكومة قريبة؟ نحن تفائلنا من تفائل الرئيس حريري بالمقابلة الأخيرة، إن شاء الله يعني آخر النهار البلد ما عادش لازم نضيع وقت فيه، وبلد ما فينا يعني نبني إلا بأنه الكل يقدم تضحيات، وهذه الحكومة آخر النهار حكومة مش الأساس بتشكيلها، الأساس شو بدها تشتغل لقدام، كيف بدها تستفيد من الجو الدولي اللي كان حامل لبنان اقتصاديا وأمنيا، وهذا الجو الدولي ما بتطول كتير عشان الدول دايما عندها أولويات، فإذا ما إذا كنا دايما عم نضيع الفرص تخلص. طب السؤال الرياضي، لابس ريال مدريد بعدك؟ الموت تمام. وشو النتائج اللي عم يعملوها؟ شو بنترك الفريق؟ امبارح خسرته. ما بتركه اذا خسر. ورونالدو بطل انا مع الفريق مش مع رونالدو صراحه. بما انه هذا مرض كثير عظيم وبهاليوم العظيم هذا لازم نحن ندعم المرأة بكل طاقاتنا المعنوية والنفسية ونضوي عليها، بما اني انا رسمت كاريكاتير وممكن نضوي عليها باعمالنا القادمة، ندعم المرأة لحتى تطلع من وجعها، تطلع من كآبتها بهالمرض هيدا، ونخليها تعيش حياتها مثل اي وحدة. ولازم كمان عن طريق رسوماتنا نحس المرأة على المعالجة وعلى الفحص الدوري لكل نساء العالم. وكان الماراثون الذي اقامته مصلحة المرأة بالتعاون مع قطاع الرياضة ومصلحة الشباب قد استهل بالنشيد الوطني عزفته فرقة كشاف المستقبل، ثم ترحيب من منسقة مصلحة المرأة مي طبال. وسلم أحمد الحريري الكأس إلى الطفلة نور حسين منصور التي كانت أول الواصلين، ثم تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراتب الأولى بمشاركة الطبش والحريري وطبال، وفاز بالمرتبة الأولى عبد الرحمن عويد، والمرتبة الثانية لقصي صالح، أما المرتبة الثالثة فكانت لتيمور الرشيدي، كما تم توزيع الميداليات على المشاركين.